وفي ملف ذي صلة، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مواصلة دعم القطاع الخاص والشركات الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد، وقال أن تحريك الصناعيين يعد قضية أساسية لدى وزارة العمل، وخصوصا من خلال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكذلك من خلال التسهيلات. وأكد أن الوزارة تستمر بدعم العاملين في القطاع الخاص وجميع الشركات الاستثمارية على شرط أن تكون حصة العمال العراقيين هي الأكبر في كل هذه الشركات.